عايزين نفهمها يعني. على العموم معانا طبعا الناقد الرياضي بجريده التحرير الزميل الاستاذ بسام ابو بكر. استاذ بسام ازي حضرتك؟ ازي حضرتك كابتن خالد وكل مشاهدي الرياضه اليوم؟ اهلا بيك استاذ بسام. طمنا على النادي الاهلي، وهل انت كنت يعني مع فريق النادي الاهلي في نفس الطائره؟ كنا في نفس الطياره. يمكن النهارده يوم صعب جدا على النادي الاهلي من اول رحله الطيران في مطار القاهره، يمكن قعدنا 5 ساعات طيران، وصلنا لاجوس حوالي الساعه 2:30، تمام. ومن لاجوس خدنا اتوبيس حوالي 3 ساعات تانيين، وصلنا الفندق على الساعه 5 كده. وكابتن حسام طبعا بما ان هنا الملاعب ما فيهاش اضواء كاشفه، فكان الوقت طبعا قليل جدا، فالكابتن حسام يعني رفض الراحه في ظل حاله الاكتئاب اللي نالت اللاعبين كلهم من السفر. وبالفعل تم التدريب على احدى الملاعب الفرعيه المتواجده داخل استاد ديبو دينا اللي هيستضيف المباراه في 3 عصرا بتوقيت نيجيريا، 4 بتوقيت القاهره. يمكن مسؤولي سانشاين النيجيري رفضوا تنفيذ لوائح الاتحاد الافريقي بتدريب الفريق الضيف على ملعب المباراه مرتين في حاله وجود الملعب ترتان، وده بالفعل هو اللي حصل. والكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا اشتكى فريق سانشاين لمراقب الاتحاد الافريقي، ووعدوا يمكن انطونيو فابيان مراقب الاتحاد الافريقي وعدوا اللي هيتكلم في المشكله ديت في الاجتماع الفني غدا. تمام. يمكن الجو هنا يا كابتن خالد بالرغم ان في امطار باستمرار، لكن الرطوبه كويسه، الجو كويس الى حد ما. اللعيبه خلاص اتعشت، وكل واحد على كل واحد، يمكن كل 2 لعيبه خلاص دخلوا اوضهم وناموا. بكره التمرين هيبقى على ملعب المباراه ديبو دينا في توقيت المباراه. كابتن احمد فتحي اشتكى النهارده في المران من بعض الالام في الركبه، ونفس الامر بالنسبه للموريتاني دومينيك دي سيلفا. تمام. يمكن حصل، بس يمكن نحب نطمن بس يعني الجماهير المصريه والاهلاويه بوجه خاص، يمكن حصل حادث بسيط كده لم يستغرق دقائق معدوده اثناء قدومنا من لاجوس لفندق اللي بتقيم في تحت. يمكن كان في عربيتين قدام اتوبيس النادي الاهلي خبطوا في بعض. السواق او السواق المسؤول عن اتوبيس النادي الاهلي استطاع لحق الاتوبيس، وانتهى الامر دون اي مشاكل، وانتهى الامر. يمكن الكابتن حسن حمدي اجتمع بالبعثه الاعلاميه وقال ان بلاش نضخم الموضوع، دي حاجه عابره، وانتهى الامر. يمكن البعثه الاعلاميه يا كابتن خالد يمكن بتواجه طبعا مشاكل، بحيث ان الفندق رديء للغايه ومفيش نت انترنت لجميع الاعلاميين هنا في الفندق، ورغم ان المحاولات مستمره من العصر لحد دلوقتي، لكن يبقى الوضع كما هو عليه. الفندق رديء جدا والامكانيات ضعيفه للغايه هنا في نيجيريا. تمام. بس عايز اسال سؤال، يعني مثلا كابتن سيد عايز يتمرنوا تمرينتين على الملعب، صح؟ طب النادي الاهلي وصل خميس بالليل وما عندوش غير بكره بس، يعني كان هو عايز يتمرن النهارده وبكره، ولا لان يوم السبت الماتش؟ كابتن خالد احنا المفروض اتمرنا النهارده، كان الكابتن سيد عايز مران النهارده يكون على ملعب ديبو دينا برضه. صحيح. يبقى عايز النهارده، اصل انت قلت بالليل، انت عايز النهارده وبكره كان يتمرنوا يعني. بالظبط كده. تمام. يمكن عشان خاطر طبعا لوائح الاتحاد الافريقي في حاله وجود ملعب نجيل صناعي او ترتان، فده اللي بيخلي اللوائح بتعقد فريق الضيف التدريب على ملعب مباراه. طيب استاذ بسام، الحكام منين؟ الو كابتن خالد، الحكام منين يا استاذ بسام؟ كابتن خالد الصوت بعيد، مش سامع حضرتك. بقول لك حكام المباراه منين؟ طيب قولوا لي حكام المباراه منين انتوا؟ لان طبعا في الاجواء دي يا جماعه بيبقى الحكم مهم جدا، نعرف جنسيته، نعرف دولي بقى له قد ايه، نعرف الماتشات اللي لعبها قبل كده، لان في التوقيتات دي عايز اقول لكم في التوقيتات دي بيبقى الموضوع صعب جدا، التوقيتات دي بيبقى الموضوع
في حكم يطلع فرقه من دور قبل النهائي، وحكم يوصل فرقه للنهائي، وحكم يخلي فريق يفوز بالنهائي من الاخر، وحصلت قبل كده كتير. على العموم كابتن